بالتأكيد عندما نريد أن نستحضر هذا اليوم لابد أن نقف عند مجموعة محطات. نعم. داعش هي ليست جماعات إرهابية فحسب. داعش هي عبارة عن مشروع، والمشروع تم إعداده إعدادا كاملا، ولدينا أدلة ووثائق بالصوت والصورة. عندما نتحدث عن عام 2005 كانت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليزا رايس، وحصلت انتخابات في العراق، وفاز الإسلاميون ذات الغالبية الشيعية بالانتخابات. نعم. في مقابل فازت حماس أيضا بالانتخابات التي جرت في غزة والضفة الغربية، وطرح أحد الصحفيين سؤالا لها: الديمقراطية الأمريكية أنتجت لنا قيادات إسلامية مناهضة لأمريكا. قالت بالصوت والصورة في هذا المؤتمر الصحفي: انتظرونا بعد 10 إلى 15 عام سوف تتغير الموازين في المنطقة. وفعلا بعد أقل من 10 سنوات وجدنا هذا المنتج.